ولمناقشة قانون الانتخابات الجديد ومدى مقبوليته بالنسبة للمتظاهرين، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، مرحبا بكم. طبعا يعني المتظاهرون يرفضون قانون الانتخابات الذي يتيح فوز المرشح دون احتساب نسبة 51%. أستاذ مصطفى، كيف رأيت هذا القانون؟ هل من أوجه قصور في هذا القانون تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أولا، هذا القانون أصدره مجلس نواب المنطقة الخضراء، وبالتالي المناهضون للعملية السياسية الاحتلالية في العراق لا يعنيهم هذا القانون، لأنهم يرفضون كل هذه العملية السياسية، مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق وكل ما نتج عنها من برلمان ومن دستور ومن قوانين ومن إجراءات. هذا أولا. ثانيا، أن هذا القانون أصدره نفس البرلمان الفاسد الإرهابي الذي ثار عليه العراقيون في المحافظات المنتفضة، هو نفسه برلمان الذي صوت له ما لا يزيد عن 18% ممن يحق لهم التصويت في العراق، وبالتالي هو مطعون في شرعيته أصلا، ولا يمكن يعني فرد أن يتوقع أن هذا البرلمان الفاسد الذي تسيطر عليه أحزاب الإرهاب والفساد والميليشيات يمكن أن يصوت لصالح العراقيين أو يتجاوب مع مطالب الشعب العراقي الذي ثار عليه أصلا، هو رمز لهذا الفساد ورمز لهذا النظام الذي طالب العراقيون بإسقاطه منذ الساعات الأولى لثورة تشرين المباركة. أيضا هذا النظام يعني أو هذا القانون عفوا يؤكد من جديد على مبدأ الإقصاء والتمييز، ويستبعد شريحة واسعة من كفاءات ونخب العراق من خلال إخضاع المرشحين لما يسمى نظام المساءلة والعدالة، الذي يقصد به إقصاء مجموعة كبيرة من نخب العراق، في حين أن هذه الميليشيات الإرهابية المسمات أحزابا سياسية والمسيطرة الآن على العمل السياسي في العراق كما يسمى غير خاضعة لأي حالة من المساءلة، ودماء العراقيين وحقوقهم لا يجري الانتصاف لها والمطالبة بالعدالة لها. هذا يعني من أهم ما يمكن أن يسجل على هذا القانون الجديد. هو أستاذ مصطفى، كان من المقترحات أن يكون الحاصل على منصب رئاسة الوزراء أن يحصل كنسبة من النواب 50% زائد واحد، أي ما يعادل يعني لنتحدث بلغة الأرقام 51%، ولكن هو بذلك سيكون رئيس الوزراء على أعلى الأصوات وليس بنسبة 50% زائد واحد، ولكن البرلمان الفائز بعضوية البرلمان وليس نعم البرلمان عفوا. طيب، هنا أستاذ مصطفى، كيف تقرأ موضوع انسحاب النواب الأكراد من البرلمان، وبالتالي قام الحلبوسي بتمرير القانون في غياب عنصر مهم وهم الكرد؟ أولا، يعني هذا مخالفة حتى لدستور العملية السياسية الاحتلالية الذي يقوم على التوافق بين كما يسمونها المكونات الثلاثة للشعب العراقي، وطبعا نحن لا نعترف أصلا بهذا الإجراء، ولكن أنا أقول أن هذا حتى الإجراء الذي اتخذ هذا اليوم في البرلمان هو مخالف حتى لما يعتمد عليه في كل أو لما اعتمد عليه خلال السنوات 16 الماضية من إجراءات ومن تمرير قوانين مهمة، حيث استبعد الإخوة الأكراد من هذا من التصويت على هذا البرلمان على هذا القانون في البرلمان، وبالتالي هناك مقاطعة لشريحة كبيرة من شرائح العملية السياسية كما يسمونها. أيضا هناك مسألة بالغة الأهمية، وهي عندما يعني طالب العراقيون بأن يكون الانتخاب، وليس طالبوا البرلمان بإصدار قانون لأنهم ثاروا على هذا البرلمان، عندما طالبوا بأن يكون الانتخاب بنسبة 100% للترشيح الفردي واستبعاد القوائم الحزبية، حاولت عصابات المنطقة الخضراء
الإرهابية الالتفاف على هذا المطلب الشعبي من خلال يعني إجراء مناصفة بين القوائم الفردية، القوائم الحزبية والترشيحات الفردية، وهذا الحقيقة يعني محاولة للضحك على الذقون، لأن هذه الأحزاب ستكون أكثر قدرة على تنظيم نفسها في الانتخابات والحصول على أكبر عدد من الأصوات، نعم بينما ستتوزع الأصوات على المرشحين الفرديين وستتشتت هذه الأصوات، وبالتالي سيكون الفائز هو الحائز على أعلى نسبة من من الأصوات الأصوات، نعم 51%. أيضا موضوع يعني اختيار القضاء كالوحدة إدارية كدائرة انتخابية، حقيقة هذا يعني له أبعاد خطيرة، لأن هناك عملية تغيير ديموغرافي لأسباب طائفية ولأسباب عرقية كثيرة جرت في العراق خلال السنوات قرابة السنوات طيب ال17 الماضية، وتم استحداث أقضية ومحافظات ونواحي جديدة، وتم التجاوز على بعض الحدود الإدارية للمحافظات، وبالتالي هذا أيضا سيفتح باب لمزيد من المشاكل ومزيد من ربما يعني العواصف السياسية في العراق، مما لا يتحمله وضع البلاد. أستاذ مصطفى، يعني نص القانون على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة. هل بالفعل أن هذا التقسيم كما ذهب الكثير منهم في التحليل السياسي، يعني يقولون بأنه هذا التقسيم يمكن أن يفتت الكتل والأحزاب الموجودة، وبالتالي هو يفتح المجال للتغيير؟ هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ مصطفى؟ أنا لا أتفق بالتأكيد مع هذا الطرح، لأن موضوع التعدد الدوائر الانتخابية هو أمر جيد لو كان يسير وفق يعني قواعد والمعايير الديمقراطية وقواعد الانتخابات الصحيحة المعمول بها في العراق في العالم، ولكن في العراق هناك عوامل أخرى، عوامل التدخل الإيراني، عوامل نفوذ الميليشيات، عوامل سيطرة الميليشيات على والأحزاب على واقع الحال وفي كل المناطق، وأيضا يعني كما قلت أن هذه الأحزاب والميليشيات ستعمل على أن تنظم نفسها في مواجهة القوائم الفردية التي سيخسر أعضاءها، سيخسر مرشحوها، وستتشتت الأصوات المقترعة لهم أو الناخبة لهم جراء عمليات أيضا التزوير التي ستحصل، وهناك الكثير من القضايا التي يمكن أن ينظر إليها في هذا ويؤخذ يعني تؤخذ في الاعتبار في هذا المجال، أما أن ينظر إلى المسألة بجزئية وليست ضمن الإطار العام لقضية الانتخابات في العراق وما يرافقها من تزوير وابتزاز وتهديد واستخدام المال السياسي في وهو من الأموال الفساد، يعني هذه كلها، وطبعا التغول الإيراني إلى حد الاحتلال الكامل، كل هذا يجب أن ينظر إليه. والأهم من هذا أننا لا ننظر إلى هذا القانون على أنه مكسب، لأنه أصلا صدر كما قلت من برلمان الفساد الذي ثار عليه العراقيون، وهو أصلا برلمان مطعون في شرعيته، أما الحديث عن أن هذا سيمثل مكسبا هذا نوع من الضحك على ذقون المواطنين وخداع لهم واستمرار للاعتراف بهذه العملية السياسية البائسة الفاسدة التي ثار عليها العراقيون، والأمر أعتقد أنه لا يحتاج إلى كثير من توضيح نعم. لماذا ثار العراقيون وماذا يريدون. عبر سكايب من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لكم.